اهلا 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 يا استاذ منتصر، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف الف مبروك. الحقيقه انا شفت الاعلان بتاع التلفزيون، بسم الله ما شاء الله، حاجه تجنن. الله يبارك فيك، كتر خيرك. لا بالمناسبه مدام زهره، السنتر بتاع الهدوم اللي كان عندكم في الحته، يا ترى لسه موجود؟ اه طبعا كل حاجه لسه موجوده، السوبر ماركت والسنتر والاخذ خانه كمان. عموما لو فكرتي تبيع يعني انا عندي مشتري هايل. مشتري؟ انت عارف يا استاذ منتصر الحاجات دي كلها بتاعت ماجد ابني، ما فكرش في يوم من الايام ابدا ان انا ابيعها. عموما يا هانم لو فكرتي انا موجود. الله يبارك فيك فوزي. يا اهلا يا استاذ منتصر، اتفضل بقى افرجك على الجبنه اللي احنا بنستوردها. جبنه؟ اه اسطنبولي بالفلفل صاحي كده بيلعب في العلبه. اتفضل اتفضل، ده كلها حاجات حلال ما شاء الله يعني. اتفضل. تعالى يا فوزي انا عايزك. تحت امرك يا مدام زهر. انا عاوزاك يا فوزي قايم الجنيه تفرغ نفسك تماما للشغل معايا، وسيب مكتبك بقى لاي حد يديهولك. وعلى فكره انا هديك المرتب اللي انت عاوزه. مرتب؟ مرتب ايه وفلوس ايه اللي انت بتتكلمي فيها زهر؟ انا عمري ما فكرت في فلوس وانا بعمل لك اي حاجه. انا عارفه يا فوزي، بس الشغل ما فيهوش مجاملات. يا ست اعتبريني بشتغل عندك من دلوقتي وواخد مرتبي كله مقدم. يبقى خلاص مبروك عليك، بقيت من النهارده مديره عام الشركه بتاعتي ومسؤوله عن كل كبيره وصغيره فيها. انت ما تتصوريش قد ايه يا زهر انا ببقى في قمه سعادتي من مجرد ثقتك فيا. انت انسان محترم تستاهل كل خير، انا طول عمري بثق فيك، عشان كده باخد رأيك في كل حاجة بعملها. وأنا تحت أمرك. بالمناسبة دي بقى أنا عايز أسألك سؤال، بس تجاوب عليا بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح. اتفضل. أنت إيه رأيك في فريد؟ فريد؟ فريد مين؟ فريد شوقي؟ لا مش فريد شوقي، الباشمهندس فريد صاحب ماجد الله يرحمه. ورأيي فيه من ناحية ايه بالظبط يعني؟ اصل بصراحة ما اخبيش عليك يا فوزي، انا الايام اللي فاتت دي حسيت بوحدة جامدة جدا، حاسة ان انا محتاجة راجل جنبية، يمكن عشان ماجد الله يرحمه كان كل حاجة في حياتي. لو محتاجة راجل يا زهرة يقف جنبك بجد انا موجود اهو. لا انا ما اقصدش في الشغل، انا اقصد في الجواز. وانا اقصد في الجواز يا زهر. سكتي ليه؟ عمرك ما فكرت اكون جوزك؟ بصراحه لا يعني، اصل انت مش انا فاهم. خلاص فهمت من غير ما تقولي ولا تبرر، انا عارف عشان انت ما شاء الله يعني طويله وفرعه وانا هبقى جنبك قصير واجيب لك بقى الحاجات اللي تقع منك وكده. خلاص يا ستي لغينا فكره الجواز، انا الظاهر عليا مكتوب ان انا ابقى جنبك او بشتغل عندك وبس. اوعى تقول كده يا فوزي، انا طول عمري بحبك زي اخويا ويمكن كمان اكتر من اخويا خليل. انت طول عمرك واقف جنبي وبتحبني وبتخاف على مصلحتي. اخويا من لحمي ودمي، عمره ما خاف عليا، كل اللي بيفكر فيه هياخد مني قد ايه ويطلع يجري. صدقيني يا زهر انا فكرت 100 مره قبل ما افتحك في موضوع زي ده، بس من خوفي عليكي وحسيت ان انت فعلا محتاجه راجل يقف جنبك وياخد باله منك، ده اللي جرأني وخلاني اقول لك. انت مش مقدره وضعك دلوقتي يا زهر بقى عامل ازاي بعد المكان اللي بقيتي فيها والثروه اللي انت جمعتيها دي، خلتك مطمع لناس كتير وما تضمنيش ممكن يعملوا معاك ايه. انت عندك حق في كل كلمه قلتها يا فوزي، انت كنت لازم تقول لي كده عشان بتحبني وتخاف على مصلحتي. انا هقول لك حاجه، انا بحب الناس كلها وبحب اقف جنبهم واساعدهم، بس ده مش معناه ان انا ساذجه ولا هبله.
لا انا بفهم في الناس كويس قوي يا فوزي، من كتر ما عشرتهم وشفت في الدنيا ديت بعرف كويس قوي اللي بيقرب مني عشان مصلحته ولا عشان بيحبني. ومش محتاجه كمان اتكلم معاهم، تقدر تقول كده بشمهم، ممكن ابص في عينيهم فاعرف كل حاجه. يعني اطمن عليك يا زهره. اطمن يا فوزي، انا مش هتجوز تاني خالص غير الانسان اللي انا عايزاه، وهو كمان يكون عايزني وبيحبني، بيحبني انا مش بيحب فلوسي. الزهر يا حاج انها هتصفي شغلها في لبنان وهتستقر هنا في مصر. فتح الشركه كويسه؟ الا كويسه، كويسه قوي يا حاج. طب ده انا في حفله الافتتاح تقريبا شفت كل رجال الاعمال اللي في البلد. دي جايبه شويه جبن يا حاج لذيذه بشكل. الست دي يا حاج مخها كويس وبتعرف تفكر من اين توكل الكتف. انت هتقول لي دي تربيتي، انما هي عامله ايه؟ مبسوطه؟ لسه لابسه الاسود يا حاج. للدرجه دي كانت بتحب ماجد؟ والا ما كانتش زعلت عليه بالشكل ده. يعني انا لا قدر الله لو كان جرالي حاجه كانت هتزعل عليا قوي كده؟ بعد الشر عنك يا حاج، وانت برضه ما يتزعلش عليك. والله منتصر انا اللي زعلان على حالي، ما كنتش افتكر ابدا ان يوم ربنا يرزقني العيل اللي بترجام الدنيا تيجي مره وتحرمني منه. يا زهرة ما تزعليش مني بصراحة كده، أنا خايفة يكون طمعان في فلوسك. وليه ما يكونش طمعان فيا أنا؟ أنا خلاص دلوقتي كل راجل بيقرب مني بقى طمعان في فلوسي مش فيا؟ يا بنتي أنت فاهمة كويس، الناس دلوقتي كل تفكيرها في الفلوس. يا بنتي فكري كويس، اعملي معروف. بصراحة كده أنا كنت طمعانة ليكي في واحد زي الحاج فرج، كان بيخاف عليكي وبيحبك وانت فقيرة. والله يرحمه ماجد، الشهادة لله، كان عنده عزة نفس وعمره ما بص لفلوسك. ازاي يا استاذ عيسى وتسيب ده يحصل؟ يعني ايه محامي الحاج فرج يلغي الشد ويجدد الاستئناف؟ امال انت كنت نايم فين يا متر؟ والفلوس اللي عبضها دي ايه يعني؟ راجل ملعون وخدعني رغم اني وثقت فيه. ده ايامها كنت بروح المحكمه كل يوم عشان اطمن انه ما غشناش ولا ضحك علينا وراح يلغي الشطب لحد اليوم الاخير من المهله. لكن للاسف عرف ينيمني ويضحك عليا، وقبل خزنه ما تقفل بدقايق راح هو يجدد الاستئناف. راجل سافر الواطي، لكن على العموم مطمن. ما تقلقش، اللي زي ده انا اعرف ازاي اقف قصاده. اهلا اهلا يا باشمهندس. الحمد لله، المدام مستنياك. ماشي. ايه ايه، تعالى هنا، رايح فين؟ ايوه ايه اللي رايح فين؟ رايح اشوف شغل. المدام مشغوله. مشغوله ليه؟ في ايه؟ العريس الرابع عندها. ايه العريس الرابع ده كمان؟ وده مين ده؟ بذمتك انت كاتم اسرارها وما تعرفش؟ طب افرض يا فريد ان انا وافقت ان انت تتجوزني، بس لازم تشتغل معايا في الشركه هنا. طبعا لا. ليه طبعا لا؟ يعني عمري ما تخيلت ان انا ممكن اتجوز واحدة واشتغل عندها. يعني عادي، مفيش فرق بين الراجل ومراته. لا طبعا في فرق، انا اتربيت في اسرة مصرية اصيلة، والدي الله يرحمه هو اللي كان بيصرف على والدتي، ولحد دلوقتي عايشة في خيره. ابويا الله يرحمه قال لي قبل ما يموت، فريد يا ابني الراجل اللي مراته تصرف عليه ده يبقى مش راجل. بس انت مش هتشتغل لله يعني، هتتعب هتاخد المقابل زي ما تشتغل في اي مكان بره. ايوه بس انا يعني ما بفهمش في شغلك. انا كل اللي بفهم فيها هندسه الطيران، بحبها جدا عشان كده درستها وتفوقت فيها كمان. بعدين يعني انت تتصوريش انا في شغلي واخد وضعي ازاي. طب افرض ان انا اصريت عشان تتجوزني لازم تشتغل معايا، هتعمل ايه؟ للاسف ساعتها الموقف هيكون صعب جدا. حتى لو بتحبني؟ الحب حاجه وكرامه الزوج حاجه تانية خالص يا مدام زهر. يعني انت مصر على موقفك؟
للأسف مصر جدا. بس ما تصوريش هكون حزينة قد إيه لو ما قدرتش أتجوزك. عيبك اللي بيحصل ده هنا ولا يعني بيحلوا القضية الفلسطينية جوه؟ ده زمانهم خلصوا كلام الحب كله. ومين قال لك يا ابني إن كلام الحب بيخلص؟ ده كل حاجة في الدنيا بتخلص إلا الكلام في الحب. ليه يا شيخ؟ وأنت جربتيها يا أخت مادونة؟ يا خسارة ما لحقتش. ومش هتلحقي. ازيك يا فوز؟ معلش أنا آسف يعني لو كنت عطلتك. يا سلام يا باشمهندس، يا عم أنت معطلنا على طول. ربنا يوفقك بسرعة يا سيدي. معلش يا باشمهندس ما تزعلش منه، هو كده كلامه زي الدبش. أنت مالك أنت يا أساسا؟ قرف. يعني محامي فرج لطش مننا ال 100,000 جنيه وضحك علينا، مش كده؟